كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله أموركم تمام. شو عاملين اليوم؟ اليوم أنا من الصبح فايقة، أوكي؟ وحاسة إنه بشبه حدا. مين بشبه؟ وين بشبه؟ ما عندي أي فكرة، بس حاسة شايفة يعني أكيد شايفة هالوش من قبل، بس عن جد شايفته بغير محل، ما بعرف وين. يمكن بشبه حالي لما كنت صغيرة، يمكن إنه شعري عم بطول صار عم يعطيني هاي الإفكت، ما عندي أي فكرة. وفجأة استمريت مع انه ما عملت تان، ما لاحظتي امبارحة فجأة واليوم صرت سمرة؟ كذابة ما لاحظت. اوكي سو اليوم في عندي شيء مميز لكم، سو عنا بالليل اول شيء بدنا نحضر موفي اللي هو اسمه It Ends With Us. هذا اجاني نصيحة من شيرين اني اروح احضره، سو اليوم رايحين انا وباسكال حتى نحضر الموفي سوا، لانه كل التيك توك عم بيقول لي احضري مع يور بيستي، لازم تحضري، يعني لازم قوانين الفيلم انه تحضريه مع صديقتك. وخذي سدرة. وسدرة؟ بحس سدرة ما لها خلق ابدا، يعني ممكن اخذ احضرها مثلا انترستيلر او مثلا الكواكب او ما بعرف، يعني بحس هو رومانسي بس اي ثينك في من وراه مسج، وكل التيك توك عنه سو متحمسه لحتى احضره. ومين ما راح بكي، سو انا اليوم راح اروح اشوف اذا راح ابكي او لا. المهم اليوم انا وشيرين محضرين لكم فقرة جديدة واللي هي مع ام ضد. في اقوى من هيك فقرة؟ اذا في اقوى من هيك فقرة تعالوا قولوا لي. عن جد عن جد. سو انا وشيرين هلا هي عم تتجهز. بعد فقرة اقوى. شو؟ فقرة حل المشاكل. حل المشاكل هلا انسي، هي من اقوى الفقرات بالعالم بالكرة الارضية. بس هلا بدي منكم انتوا تكتبوا لي مع ام ضد، تخيلونا بين شغل مثلا، تقولوا لنا مثلا مع ام ضد البنت تدفع عن الشاب. بس سو انا وشيرين نقعد ورح نشوف نقول اذا انا مع او اذا هي ضد. فاي شيء بيخطر على بالكم حابين انتم تعرفوه قولوا لنا مع او ضد. وصلت الفكره صح؟ ايزي. ايوه اوكي يلا عم نستناكم. اوكي سو هلا طلعنا بالسياره، ولحتى نعمل الفقره احلى في معنا ضيف. نعم نعم ضيف شرف. سمعت انه اليوم في فقرة، فلا حبينا نعمل انه يكون في اراء مختلفة دايما، بنت وشاب، وفهمت علي شلون؟ هاي من عيني لانه عم بشوفك ومشتهيتك. ما عطتك اول شفة؟ ما عطتني اول شفة والله، معلش ما عطتني بس معلش. صح عينك ما كانت مفتوحة اصلا. اوكي سو اللي رح يصير انه في عنا بنت بشب، وانتو كتبتوا لنا كذا شغله مع ام ضد، ورح نشوف مين مع ومين ضد. اوكي سو اللي رح يصير جدا بسيط، سو انا رح اختار وحده مع ام ضد ورح نعد 1 2 3 وبس نقول مع ام ضد كلنا مع بعض. اوكي عشان ما حدا يغير رايه. فيلسوفيه هاي الامور. يلا يلا جاهز. هلا في احيانا ما لازم تبرر، يعني بس قولي مع او ضد. اوكي عندي نقطه مهمه، انه تليفونك رح يطفي. ايه والله ايه عن جد. مع انا مع ضد. ها في اول مع ام ضد الزواج التقليدي. 1 2 3 ضد. اوكي ليش ضد؟ ليش ضد؟ ما بعرف، بحس انه يعني بدك تتعرف على الشخص اللي بدك تتزوجه كثير وبدك تخوض تجارب وهيك، فلنا انا بالنسبة لي يعني لازم بنت حاخطبها اكون بعرفها، يعني ما فيني اخطب بنت مثلا. اعطيكي وجهه نظري، اخطب زواج تقليدي تمام. بفتره الخطوبه الشخص والبنت لازم تعرفوا على بعض. هاي صح. فهمت علي كيف؟ ممكن انا ما احبها وهي تحبني. فهمت علي كيف؟ فهون انا حيصير صعب علي اني انا افسخ الخطبه وحكمل مع شخص ما بحبه. انا هيك بفكر، ما ممكن تشوفوني غلط. وممكن يصير عكس، انه انا احبها وهي ما تحبني خلال فترة الخطوبة، أو ما أطلع مثل ما بدها وتصير بدها تفسخ وأنا علقت بالبنت. فلازم البنت اللي حأخطبها أنا أكون بحبها وهي بتحبني ونخطب مع بعض. هي وجهة نظري. تفضلي شيري. كل حي وجهة نظرك. أنا كثير سمبل، بحب الجواز عن حب. بس شكرا. إيش في زواج عن كره يعني؟ في زواج تقليدي. بس لا ما نوع عن كره يعني، بس زواج تقليدي. بس. اوكي مع ام ضد تكون البنت هي الطرف الاكثر حماسا في العلاقه؟ شو يعني حماسا؟ يعني تكون اللي هي المتحمسه اكثر او اللي بتعطي اكثر. اي دونت نو اي ثينك هيك. يمكن اوكي اوكي 1 2 3 ضد.
لأنك شاب. لأنك شاب. لأني لما واحد بيشوف البنت متحمسة الشخص الثاني حيتحمس كمان أكثر. يلا أنت متحمسة بس ما تبالغي بالحماس. لا ما بقلك لدرجة المبالغة بس مو لدرجة ما تورجي حماسة، لا إنه تكون مثلا متحمسة الطرف الأكثر. أوكي إتس أوكي، هذا الشيء حمسني أنا كمان أكثر. نو هذا السؤال عم يورط، هي تكون الطرف الأكثر. الطرف الأكثر حماس. أنت بدك؟ بدي إيه لأني هذا. إحنا ما بدنا. هذا الشيء حمسني أنا. لا أقول وجهة نظري. وشو؟ أنا ضد، لأنه هي عم تقول تكون البنت أكثر، فما ما لي مع إنه البنت تكون أكثر، أنا مع إنه يكون متساوي. متساوي؟ ايه في حياته ما حتكون متساوي. لا نو يس بليز نو، بعمره ما حتكون متساوي، لازم بكل علاقة حدا أكثر من حدا. بالضبط. في حدا بيحب حدا أكثر من حدا، وفي حدا بيقبل يضحي أكثر من حدا، وفي حدا بده يمشي من العلاقة أكثر من حدا. هي عم تحكي عن الطرف الحماس في العلاقة. ايه يعني إنه ما في حماسين بعض. يس لا بالنسبة لي ما في. اوكي ميبي هي بالنسبة لبعالمها في 50-50. هي عالمها نحن يعني. انت بعالمك بدك وسن. البنت انا بعالمي بدي شن. بس انه ما شرط انه والله بس لانه لتسي انت اوكي انا ما عم اقول انه يكونوا متحمسين متساويا بنفس اليوم. انا عم اقول اذا مثلا انت يوم مالك متحمس عادي هي تكون متحمسة اكثر منك بيوم، ويوم هي مالا متحمسة انت تكون متحمس. هذا قصدي انه يكون متساوي. انا بنجلد اذا اشوفها مو متحمسة يوم خلاص بصيرني تكون متحمس، بفوت بحالة شك كبرى ودوامة وتصير خناقة، وممكن يعني ممكن تصير يعني سبب هالشي مشاكل لقدام وسبب للانفصال. ما في البنت. اوكي مع ام ضد زواج الاقارب؟ 3-2-1 ضد. لكن منيح متفقين على النقطة. شكرا كتير خوفتوني للحظة. يعني بس انا كنت عم بفكر انه اهلنا اخذين من بعض، يعني ماما بتقرب بابا بس انا اقارب كتير بعض. يعني اربع اخوي اللي هن ابوي واخواته متزوجين امي واخواته، يعني اربع اخوي اخذين اربع اخوي. وهن اوريدي قرايب. ايه ف ممكن تصير، يعني ممكن تصير بس نحن ضد. يعني تخيل مثلا ابنك يحب بنتي. او ماي جاد. شو او ماي جاد؟ ابني يعني ابن ابن اخوك يعني اضربهم. يعني كثير بدي اضربهم. في زلمه نابرو اتس ويرد انه ابنك يحب بنتي. هلا اتس ويرد او ابنه او بنته لشيرين وتحب ابنك. طب بتعرفوا شو بضربها؟ طب بتعرفوا شغله؟ ممكن بكره انا اتوقع بكره تغيروا عقلياتكم. نو بس اما اذا اولادنا كبروا سوا وربيوا سوا ويشوفوا بعض من هن صغار دائما ما حيحبوا بعض، بس ممكن اذا شافوا بعض مره مرتين وهن كبار ممكن يحبوا بعض. مو إيوه. مو مستحيل. شو اللي هو تم يحبوا بعض؟ انا ما بعطي. اوكي انا نو. تخيل نجي نخطب، نجي اروح لعبيت اختي. نجي عبيت ما بعطي اختي طالبين ايد بنتك لابني. او ماي جاد سو كرينج. او تجوا انتوا لعندي ما رح اسمع عن جد ما رح اسمع. ولا انا سو كرينج جلال والله. انا بعطي. اوكي مع ام ضد يكون لزوجك بيست فريند بنت؟ 3-2-1 ضد. ما سمعت صوت من ورا صح؟ انا ما عندي زوج. يعني انت بدك بيست فريند بنت؟ اكيد لا اكيد لا. صدمني كنت ارجع الكرسي لورا هيك. لا متفقين متفقين. اوكي متفقين. بس خليني في عندي شيء حابب نوه عليه يعني. شو تفضل؟ بس ما بدي ناس تاخذ عني شيء. خل انا بقول لا تقول احسن. ما اقول لا تقول. فخلينا اعطي وجهه نظرك. لا لا شو بيست فريند بنت؟ هلا انا بآمن بعلاقات الشباب والبنات. ما بعرف اصدقاء بتآمني؟ ايه بآمن. يعني عادي، يعني عادي يكون عنده رفيقه بس مو بيست. ما بعرف يعني بيست انه يعبروا عن مشاكل. ما بعرف هلا يعني اي دونت نو. السؤال صعب صراحه. انا ما بعرف. هلا ممكن تصير، ممكن عن جد تصير يكون حدا عنده بيست فريند ويكون الطرفين عن جد واصلين ونحكي بس بيست فريند. مستحيل يصير شيء يعني. ايه عادي يعني. إيه. هو عادي بس ممكن يعني في خطر فيه انه تنتزع. اكيد دائما في خطر فيها لاي شيء لحتى ينتزع، بس انه ممكن تصير. بس نحن ما بنتقبل. شيرين خلص ما في داعي تقول. شيرين؟ جرب والله رح نقلك دمك. بس انا بيكون عندي بيست فريند كمان. نو لا هاي صرتي بوشين. شو بوشين هلا انا
يعني هو عادي يكون عنده best friend وانا عادي يكون عندي. يعني مثلا انا اليوم my best friend من الشباب بيتر. ايه بس هذا من عائلة شغل. بيتر من عائلة. بيتر عائلة. بس اذا هو مثلا عنده best friend اوكي ممكن يكون عنده guy best friend لانه انتم متفقين. بس بشكل عام انه يكون هو عنده best friend. اوكي شيرين كان في عنده شيء حسيت شيء يعني ما يعني لازم نعطيها فرصة تحكي. ايه كنت عم اقول انه best friend لا انا his best friend كبنت. والعلاقات الثانية طبعا ما عم اقول يقطع كل البنات نو في علاقات شغل في علاقات سطحية هدول اوكي بس انه best friend هيك وصلت الرسالة انا ما دخلت والله هو يعني واحدة جديدة ما عم ضب ثانية انا ما بدي فوت بالقصص ولا انا ما دخلني ولا انا اوكي هاي نشوف معنا بنتين وشاب مع ام ضد انك تدفعي باول موعد غرامي 3 2 1 ضد اي جلال انتوا بنتين انا شاب يعني لك يعني انت مع انه تخلي البنت تدفع لا اكيد أو... لا ايه خلص متفقين يعني بس كمان حارجع بالكرسي لورا جلال بس ممكن اذا البنت مصره يعني مصره عم يعني اذا مصرنا يعني لا بس قصدي مستقبلا اذا البنت يعني كانت من النوع اللي معتمدة على حالها وبتحب هذا الشعور انه هي كمان تدفع ما دخل فهمت علي كيف؟ هذا ستيل انا بالنسبة لي ما بخلي بس في مثلا بنات خليني احكي لكم انه انا فتت علاقة 7 سنين حكيت عنها بمقابلة صح ولا لا؟ صح ايه فهي كانت من النوع انه لما انا كنت ادفع دائما بتقلي انه انت ليش بتحسسني انه انا مو مسؤولة من حالي كمان فانه بتحب انه هي كانت دائما تدفع معي فهمت علي كيف فكنت مثلا ادفع ابو 10 مرات وزدت لها مره انه هي تدفع ذاتس نايس ذاتس كيوت فهمت علي كيف فانه دائما بتقلي انه انا كمان انه انا عم بشتغل وانا كمان فيني ادفع عن حالي فيني ادفع وفيني اشتري وفيني اسوي هيك انه لا دائما تدفع عني انت فكنت 10 مرات ادفع انا ومره هي حلو هيك اتس هيلثي بحس ايه فاهم بس انك تدفع باول ديت نو اول ديت لا اكيد لا ولا بعشر ديت انا اول ديت رحته في حياتي يمكن ما حسبت لا والله اول ديت رحته كان عمري 17 سنه ودفعت بالروضه اكيد دفعت ايه وكان عمري 17 سنه وقال لك المصاري ديت كنت بدينه يا ماي جاد ذات سو كيوت جلال لا كنت يعني كنت صغير يعني 17 سنه هي شو بدها مصاري ايه يعني ما كان معي مصاري بس كنت جديد مبلش شغل فكنت بتاكد ان هالفلوس رح راجعه واو كان وقتها بتذكر تكلفة الديت والله بتذكر 60 او 65 دولار رحنا وهي مع نفس حبيبتك 7 سنين اوكي هي كثير هيك حسيتها معقدة مع ام ضد المعاملة بالمثل او رد الغلط بالغلط بدي اقول ضد بس ما عم بغص فيها انا اول وحدة مع ثاني وحدة ضد اول انت مع مع المعامله بالمثل ورد الغلط بالغلط لا رد الغلط بالغلط لا لا في مو نفس الشيء هنن صح لا مو نفس الشيء كل وحده وحده كل وحده لحال انا مع اول وحده ضد ثاني وحده انا مع اول وحده ضد ثاني وحده اوكي يعني مثلا المعامله بالمثل هل ناخذها على اثنين بيحبوا بعض ولا رفيقين ولا على كيف رفيقين يعني اذا حدا مثلا معاملة بالمثل لا ايه اكيد معاملة بالمثل يعني انه انا شخص ما بيقدرني كتير ما حقدره كتير شخص بيقدرني كتير حقدره كتير بس نحن حميرها كنا كتير من يعني كتير ما منعامل بالمثل عن جد عن جد سوري بس لا ما بنعامل اخذتنا وقت لحتى نعرف انه اوكي هذا الانسان ما عم بيحط مثلا بالعلاقة حتى لو صداقة او شيء بالصبت. او البنت ونحن نعطي 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 يعني نحن متربيين على الغالي الله فهمت علي كيف؟ والله العظيم ما بمزح لاني يعني نحن متربيين تربية حلوة فدايما قلبنا طيب ونحب نعطي الناس ونورجي الناس ونقدر الناس هي من تجي من طيبة قلب فبعدين انا يمكن من سنة لحتى وعيت انه لا المعاملة لازم تكون صح مثل. تغيروا ترتيب الاشخاص بحياتكم الله يقولنا مرحبا ما تشبقوا كف بس لا. رد الغلط رد الغلط بالغلط لا ايه اكبر من هيك بغلط معنا شو بنسوي مع البغلط معنا؟ سامحه وتلوم ما بنسامحه لا البغلط معنا بورجينا احترامه ما مدى تربيته تمام مستوى يعني بين علينا مستوى غلط منا بالغنا فيه زياده
مع او ضد الابتعاد عن الاقارب عشان هم اشخاص توكسيك وبيحسسوك انك ناقص. جرر وينك مانك مبين. 3 2 1 مع ضد. شو غريب ليش ضد؟ انا قلت مع. انا قلت مع. مع انه تبعده؟ ليش غريب قلت مع؟ مع انه تبعده؟ ايه انا ضد. هلا ليك هو انت بدك تحاول قدر المستطاع انه صلة الرحم بالزبط. تكون انت عم تقدر انه عندك اياها بس في احيانا يعني مواقف جلال ما فيك. انا اخذت اقارب يعني مثلا الكبار يعني انه اخذت مثلا عمام إيه؟ انه انا هذا فكرت هيك عندهم دراما كل دراما عندهم اقوى من الثانيه صح؟ انا ما بقول لك نقطان انا ما انا ضد انه نقطان على الاخر مثلا مو نقطان يعني لو كونتاكت ايه لو كونتاكت اوكي اذا عم نشوفهم كثير توكسيك علينا وما بيحبونا ايه ما تغش بس انا ضمنيا انا عم بحسبها انه كلهم بحس انه بيحبونا بس انه بتفرق انا عندي قناعه لما الشخص يكبر بالعمر بصير حساس اكثر فهمت علي كيف؟ مو مثلنا نحن مو ما بيكون تفكيره نفس تفكيرنا ما بيكون وجهه نظر نفس وجهه نظرنا فممكن نحن مشان هالشيء نحن بنتنرفز اكثر إيه؟ بس هن ضمنيه بيكونوا بيحبونا لك برو بس هن الكبار يعني عندهم طاقه وبحطوا كتير افورت بالدراما بعرف هيك يعني كتير بيعملوا انفست عن جد عن جد اكيد كلياتكم عندكم عيال كبيره ما قصدي شيء بحطوا طاقه بالدراما اللي بتصير بالعيال بشكل مخيف ما قصدي شيء بس هن هيك هذا الشيء سليم تخيل تخيلي بكره عندك ولدين وثلاث اولاد ان شاء الله انت وياها وما عندكم شيء عمرك 40 50 55 سنه وقاعده بالبيت فبشو حتسلي ايه والله ما بعمل دراما ما حتكوني نفس الله تطلعي وتفوتي بسيارة واغاني وسناب شات فهمتي علي؟ فانه هذا هو هالشيء بسليهم هذا اللي انا بتفهمه هلا انا اوكي مع او ضد المال يشتري كل شيء 3 2 1 ضد ليش ما انا ضد مع المال بيشتري كل شيء لا مو المال ما بتشتري كل شيء السؤال الاساسي اللي دائما بنطرح هو هل المال تشتري السعاده لا هلا المال تشتري السعاده بس ما بتشتري كل شيء يس بس هذا غير سؤال كل شيء كمان فينا نحسب الصحه العيله الحب الحقيقي وهيك هدول ما بنشروا بالمال بس هل المال بتشتري السعاده نعم لا يعني اللي دون سنك المصاري بتشتري السعاده لا انا اذا ما عندي الشغلات هدول حكيت عليهم اهل وحب وحياه يعني بسيطة وعندي المال ما حتشتري لي هالشغلات وما حتجيب لي السعادة دائما حتكون في شيء ناقص انت ما بتفرح لما بتشتري بلاي ستيشن بفرح بس ايه انا بفرح هاي سعادة لا بس انا اذا ما عندي هالشغلات الاساسية المال ما حتشتري لي هالشغلات الاساسية اللي سبب السعادة اوكي خليني بس اقولها بطريقة احسن فهمتي المال بتشتري السعادة المؤقتة المؤقتة لا خليني اقول لك اكمل ثواني بس اللي انت عم تحكي عليه هو العيلة الصحة وهي نحن معك هي ما بتشتريها أوكي. بس المال بتشتري السعادة المؤقتة اشتريت هلا بلاي ستيشن ممكن تفرح عليه ساعة تمل ترجع تشتري شيء تفرح تمل ترجع هي أوكي. المال بيشتري السعادة ايمت لما يكون عندك اهل اب ام اخوة زوج اطفال فوقتها لما تيجي المال حتجيب لك السعادة فهمت علي كيف انا هيك قصدي بس اذا ما عندك هدول الاولانيات ويكون عندك المال ما حتجيب لك السعاده برو في عالم هي اللي انت عم تحكي ماله من اولوياتهم ما فهمت في عالم مثلا ما بده يكون عنده اولاد مو من اولوياته انه يكون عنده اولاد ثم ما بيفرق معهم اذا عندهم اولاد بالنسبه لهم السعاده بسياره اكثر من الطفل لا ما شيء غلط هن هيك تفكيرهم هيك اعتقاداتهم هدول هن دخلنا بنقاش تاني عم نحاول نقنع جلال انه في عالم عن جد ممكن الشغلات اللي هو قالها ما تكون من اهتماماته او اولوياته لا بالنسبة لي مو طبيعي لأنه بس إنه this is life جلال this is life أكيد في ناس هيك ما بيهم لا العيلة ولا الأهل ولا الأخوة ولا الزوج ولا الأطفال ولا الحياة ولا سلة الرحم هدول مصاري مو قصة في عالم بس يا أخي بتعيش بالغابة literally بتعيش بالغابة يعني بس بتفيق وبس عايشة بالغابة وبتروح بالادغال وبتعمل لا بدها ولد لا بدها زوج لا بدها شيء بس بدها تفيق ومثلا تصطاد شيء تاكله وهيك انه روحانيين وهالقصص هدول ما اولوياتهم شيء فانا بالنسبه لي المال بجيب السعاده اذا هدول متوفرين عندي اذا هدول مو متوفرين عندي يكون معي ان شاء الله فلوس الكون كله ما حكون سعيد يس هاي اذا عم نحكي نحن ثلاثه
شخصي. ايه هاي نحن كلاتنا مع انه ما بتشتري المال ما بتشتري بس هي الفكره بتمشي. هل الفلوس هاي بتجيب لك هالسعاده وهالشعور؟ هو لا، معناتها الفلوس ما بتجيب كل شيء، دائما حيكون في شيء ناقص، بس اذا عندك هدول وفي فلوس واو اكيد حكون كثير مبسوط، حكون اسعد شخص في الدنيا. انا ضدك، فهمتي علي؟ فهمتي الفكره؟ انه انا فكرتي انه المال ما بيشتري كل شيء. المال ما بيشتري كل شيء، بس المال بيشتري السعاده. ايه بيشتري السعاده بالضبط. ايه بس ما بيشتري كل شيء. انا بالنسبه لي امتى بيشتري لي السعاده؟ اذا كان هدول متوفرين بيشتري لي سعاده. فتخيل انا معي مصاري الدنيا كلها مو طالع معكم هيك. لا انت عم تحكي عن حالك. يا الله انت عم تحكي عن حالك. هو اهم شيء. يس اوكي. انا عم بحكي عن حالي، عن وجهه نظر. يعني لكن احنا عم نحكي عن وجهه نظر الكوكب، كل واحد عم بحكي وجهه نظر. انا عم بتحدث عن الكوكب وأنا كله. وانا عم بحكي عن العالم، عن القارات كلهم عم بتحدث. بس ايه؟ شو قلت؟ تخيلي معي فلوس الدنيا كلها مو هلا طالعين صور سناب شات ولا عم بضرب لك هالكف. اقنعني. لا لا عن جد المصاري ما بتشتري كل شيء، بس بتشتري السعاده. نكذب على بعض؟ سعاده مؤقته. ايه مؤقته. لا يعني فهمتوا علي. ايه سعاده مؤقته. اوكي مع او ضد انه تعطي فرصه ثانيه؟ 3 2 1. اما فرصه ثانيه بشو يعني انه تعطي سكند شانس؟ خلينا نقول في العلاقه. في العلاقه 3 2 1. مع اي لايك ات. حسب الغلط. انا بالنسبه لي اتس ا فيري اوبن مايند انسر. ها انا بالنسبه انا مع. لا في شغلات ما في فرصه ثانيه مثل الخيانه. ايه صعبه. ايه مثل قله الاحترام قدام الناس. انا ما بسامح عليك. في على طول فرصه ثانيه كل شيء. برو انت انسان حتغلط وحتكبر وحتتعلم. حاغلط اوكي، بس انا في عندي خطوط حمر انا ما بعطي فيها فرصه ثانيه. مثلا شخص قلل من احترامي قدام بشر كثير، خذ موقف. لا ما باخذ موقف. انا بالنسبه لي هي غلط كبير، يعني مسويها مره بسويها مره ثانيه. فأنا بالنسبة لي الاحترام، إذا قل الاحترام بالعلاقة تمام، هاي ممكن ما أعطي 90% ما أعطي فرصة. هلا أنا بالنسبة لي الاحترام أهم من الخيانة، يعني عم بفكر هلا باللي عم بيقوله. معك حق جلال. إيه فالاحترام شيء أساسي يعني في العلاقة. كله يعني ديبينز، كله بيفرق. يعني تخيلي أنا فايت بخناقة أنا وحبيبتي مثلا، تجي تقلي يا كلب يا حيوان، يعني حيشاكم. يعني انا اسف على هلا هي ممكن تكون لحظه غضب، لحظه هاي يعني مو انه ويت بينك وبينها ما بصير تقول لك يا كلب. لا ما بصير بخناقه. لا بخناقه اذا اثنيناتنا نحن جديين عم نتخانق. لا والله ما بمزح والله العظيم. هاي احترام. لا لاني مو مش عادي بين الاخوه مصارين بين ببطني بين الاخوه غير عادي انه انت معز بتقولي يا حيوان. بس بالنهايه هذيك ايه ايه بتصير ايه اخوه. اوكي بس انه تكوني عن جد جديه وانه ما ويا حيوان ويا كلب ويا حقيقي. والله انا معصب على شيرين دائما بسبها. إيه؟ عادي اختي. إيه؟ ها او ماي جاد عم نتعرف على بعض انا واخواتي عم نصور ونحكي صرنا ساعه. انا مع جلال انه يكون في احترام، بس هذا الشيء ما بيعني انه يلغي فكره الفرصه الثانيه. لانه ممكن مثلا انتم هلا ليتس سي صار لكم كم شهر مع بعض وقالت لك يا حيوان لك حيوان، وبعدين قلت لها تخانقتوا، قلت لها بعدين انا هالحكي ما بحبه كذا كذا كذا، اتفقتوا وممكن ما تعيدها. اوكي اذا انا منبهها من الاول ما تحكي هالحكي. ايه هون ايه اوكي اذا منبهها قبل. بس انت شو عرفك بدي اقول لك يا جلال حيوان؟ سوت انت منبهها يعني انت شو يعني ما بصير اذا انت نبهت حدا واحد ما لازم يغلط حتى لو نبهت اتصال. لا لاني انا ما بغلط بهيك غلط. انا لما اتخانق بس انت بتغلط بغير شغلات اللي هي ما انا مهمة بالنسبة لك بس ممكن تكون مهمة بالنسبة لإلك. إذا نبهتني عليها وأنا غلطت فيها حقها تعمل بدها إياه. ما تعطيك فرصة ثانية وما تسامحك ولا إيفر. نعم. ولا شيء. إيه حق. جلال أنا أحيانا عم أكون معك أحيانا عم أكون ضدك. لا والله أنا بالنسبة إلي أنا بنبه إنه اسمع يا بنت الحلال، وقت اللي نتخانق وقت يصير يعني جدال جدي أنا بيني وبينك هالملافس نهائيا ما تكون موجوده. اوكي ريالستيكلي يعني منطقيا انت ما رح تفتح معها هالنقاش من اول ما تتعرف. لا مو من اول ما تتعرف بس يعني طبعا حتفتح معها هالنقاش اذا صار الموضوع. فهون انت لا شعوريا رح تعطيها فرصه ثانيه، اولا لانك بتحبها، ثانيا لانه انتم مع بعض، وهلا هي عرفت هالمعلومه انه انت ما بتحب هالشغلات. جايز جايز تعطيها هون فرصه ثانيه. هذا المعنى. خليني احكي. فرح تصير لا
خلص عن جد ما فيها. انا نبهت يعني انا قلت حتى من دون ما كان في شيء انا ما كان في شيء انه نسال بعض شو بتحب شو ما بتحب هيك الشغلات. انتوا عم تسالوا بعض شو بتحب مو من اول يوم. والله ما بحب تقولي لي حيوان. من اول يوم حنتخانق نحن عم نحكي اذا بتعطي فرصه ثانيه وانت مانك متقبل فكره تقول لك جايز. لا الموضوع جدا شخصي ما عم نقدر نوقف ما رح ناخذ اي مع او ضد بعد هذا اللي صار. نحن مع بس 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 نحن عم نحاول نقنع جلال بفرصة تانية انه يعطي فرصة تانية وهو ما عم يقدر يغفر اذا شريكته قالت له حيوان. لا انا بجدال ونحن عم نتخانق تقول لي هيك كلام It's fine جلال ممكن ياكل معي الموضوع. انا من النوع اللي ما بنسى وصعب كتير حتى اهدى يعني اذا انزعجت خلاص حنزعج يومين ثلاثة اربعة خمسة. انا ضدك It's not fine. انا ضدك بس اذا صارت ممكن تقول لها تنبهها مو تنبهها انه انت ما شاء الله يعني الواو بس تقول لها هذا الشيء انت ما بتحبه وهذا هو هم بدخل السكند تشانس انه خلص موف اون. بس انا منبه من قبل ما اتخانق. انا بنبه من قبل ما شو عرفك رح تقول لك حيوان. لا انا بحكي انه انا بكي هي مؤدبه اللي عندي جلال العلاقة. انا سوري بدي اقول شيء بس عن جد يعني الله بيقلنا اعملوا هيك ما تعملوا هيك واذا غلطنا بغفر لنا. انت شلون يعني انت مين ما بدك تغفر ما عم بفهم. لا مو قصة ما اغفر خليني كمان عم تخلوني اكمل. هو سكند تشانس. انا عم اول ما احكي مع البنت انه بنسال بعض شو بتحب وشو ما بتحب انا بقول لها الاحترام بالعلاقه عندي اهم شيء مقدس. ايه الاحترام صح كنا معك بهي. ايه يعني فوقت نتخانق لنفترض انا وياك تخانقنا فما بدي اثناء خناقتنا انت تقولي لي كلام وانا ارجع ميلك كلام وانت تقولي لي كلمه وانا اقول لك كلمه ونسب بعض وهي لاني مو حلوه بحقنا. اوكي هي أنا غلطت انا بحس قيمتنا بتنزل. يا اخي ثبتك ثبتني انا ما حسبها. ايه حانهي الجدال نهائيا. اوكي وممكن اذا المسبب كبير ياخذ معي موضوع اشهر لحتى اتخطاه. والله العظيم ما بمزح. هذا انت هذا طبعك يعني انا ما بقبل. او اذا تقلل من احترامي قدام الناس هذا الشيء بيؤدي لبريك اب واذا متزوجين طلاق. واو اذا مثلا تخيلي انت يا سمح الله راحت طاقتنا كلها استنفدتوها فالخيانه ما في لها سكند تشانس وقله الاحترام ما لها سكند تشانس عندي. اوكي نحن عم نحكي شغلات ديلي يعني خيانه نسبتها كثير قليله اذا انت مش كثير قليله فنحن ما بنحكي خيانه قليله معدومه تكون معدومة. يا جلال عم احكي بس بالحياة انه اذا انت مع الشخص الحق وبتحب حق بطلت عم تحكي الصح ما رح يعني كتير النسبة قليلة انه تخونوا بعض ف حيصير شغلات هيك سمول هيك صغيرة 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 هدول عادي تعطيهم سكند تشانس مثل حيوان لك حيوان لك وين عم تقنعي انت شي عم اقول لك ما برضى تقول له حيوان خلص انا بخناقة ما برضى لا فيها تقول لك خراس لا كمان لا لا اسكت خلاص هي هالشلسه اسكت ما مسبه بس هي ما مسبه او ماي جاد قلت لي يلا اسكت اسكت او ماي جاد وانا عم بحكي بنقاش جدي بموت والله ما بمزح انتوا بتعرفوني لما اعصب انا كيف انت شرقي؟ لا مو شرقي هذا بالعكس هذا اسمه وعي انه انا انسان لما بحكي مع أوكي. بنت اوكي احترام بشكل عام انا لما بتخانق مع شخص بحكي معه باحترام بكامل احترامي وبحاول يعني بحعصب اكيد بس المعصب احنا معك ما هذا الشيء ما يخليني اجيب الفاظ ايه نحن معك نحن ما عم نقول احترام شيء نحن اذا عادي يلا نسب ونعمل نو نحن عم نقول لك اذا هي غلطت وهي ما بتعرف انت حتنبهها وحتعطيها سكند تشانس لانه بتصير واذا منبهها ما دخلني اعملوا فخاري كده اعملوا مع بعض اللي بدكم اياه ما دخلني قال تجيكم بكره مرتي قلت له خلاص واو شو حتجي تقولوا لي؟ ما بعرف لا حيوان انت حيوان جحش بس تعرفوني لما اعصب انا نادرا ما اعصب والله العظيم بس لما عقلي يضرب